احسن حاجة عطالينا ربي في الدنيا هما الوالدين، هما اللي يقدروا يصبروا معاك، وهما اللي يقدروا يسهروا معاك، وهما اللي يقدروا يتسلفوا باش يقدروا يوفروا لك اللي محتاج. اش كتسنى؟ عندك فرصة تاريخية باش تبقى اليوم غير شوية. دموع الفرحة احسن حاجة تقدر تعطيها لهم. 20 يوم غتحدد المصير ديالك، 20 يوم قادرة تغير لك كل شيء، قادرة ترجعك من واحد كان غادي يسقط لواحد غادي ينجح، قادرة انها تحقق لك المونسيو اللي كتحلم بيها، واهم حاجة انها قادرة تفرح والديك. ربي عطاك عقل وقال لك انك قادر تدير به المستحيل، عطاك ارادة قوية اللي غتخليك تفوق على كاع العراقيل. تقاتل وصبر وسهر وموت مع هذا البطل، وان شاء الله ربي ما غاديش يخيبك. ثلاثة العناصر كتحقق لك النجاح: الرغبة والقدرة والفرصة. الرغبة راه عندك، وكذلك القدرة راه كاينة، والفرصة راه تاريخية عندك في عام 2020.